السلام العربي الإسرائيلي انطلق، فهل ستلحق به دول أخرى أم سيتوقف عند محطة المغرب؟ 2020 عام كورونا بلا منازع، والعالم ينتظر التخلص من الوباء. حكومة عبد الملك إلى عدن اليوم، فهل ستتمكن من حل لوغاريتمات المسألة اليمنية؟ برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. نرحب بكم من استوديوهاتنا في دبي. صباح الخير عليك يا رؤى. صباح النور والسرور عليك يا لين. رؤى، بداية هذا الصباح يعني رح تكون مزعجة نوعا ما. رح نستعرض يعني موضوع كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، هو معضلة التنمر اللي ما زالت موجودة في مجتمعاتنا العربية وتكاد لا تنتهي، فلا يمر يوم دون أن نسمع عن حادثة هنا أو هناك. حديثنا اليوم عن تعرض الفنانة المصرية يسرى اللوزي لواقع التنمر بعد أن وصفها أحد المتابعين على منشور لها على موقع الانستغرام بأم الطرشة بسبب مرض ابنتها بضعف السمع. ولكن في المقابل يسرى قررت بكل رقي واحترام أنها تلقن هذا الشخص درس حتى يخجل من نفسه. كتبت: شكرا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح. أولا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعف السمع، ليس الطرش أو حتى البكم. ثانيا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة لطفلة صماء، لأنها علمتني حاجات كثير جدا وبقيت بني آدم تاني وأم أحسن بسببها. فعلا يعني مؤسف اللي عم بيصير، لكن أيضا طالبت الفنانة يسرى الجهات المعنية بإجراء الفحص المبكر للأطفال لمعرفة المشكلات التي قد تواجه الجنين قبل الولادة. على أي حال يعني إلا ما يكون في تفاعل وردات فعل وانعكاس كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا اتفاعلوا مع الفنانة المصرية يسرى. خلينا نبدأ بتغريدة لحسين عادل فهمي الذي غرد على تويتر وقال: موضوع التنمر على بنت يسرى اللوزي شيء يعبر عن التدني الفكري اللي وصل له البعض من اللي للأسف أدتهم التكنولوجيا فرصة إنهم يعبروا عن نفسهم المريضة بالشكل ده. التنمر على السوشيال ميديا وصل لمراحل مؤذية نفسيا على مستويات غير مسبوقة. أيضا رح نستعرض تغريدة أخرى اللي هي لعهد. يعني عهد كتبت: عاوز أستغل وأشيد بمجهود يسرى اللوزي فعلا بقى في كشف مبكر للأطفال، وما فيش شهادة ميلاد إلا بيه، وإحنا الموضوع ده للأسف وراثي في العائلة، وبسببها كل مولود جديد في العائلة بتطمن عليه بالكشف المبكر بتاع الصحة. أما هيثم خضر لم يكتفي بالإشادة بتعليق يسرى، فكتب: أطالب الدولة المصرية في سياستها بتمكين أصحاب الهمم إن تتبنى ما طرحته يسرى اللوزي أولا، وبالطبع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص بتهمة التنمر والإساءة. عموما يمكن هذه كانت ردات الفعل للموضوع اللي يعني صار يمكن في الساعات الأخيرة لهذا المساء. عموما نبدأ حلقتنا بواحدة من الملفات اللي أثارت الكثير من الجدل خلال الأشهر الأخيرة في عام 2020، السلام العربي الإسرائيلي. فبعد سنوات من الجمود في ملف العلاقات العربية الإسرائيلية، شهد هذا العام الكثير من الأحداث السياسية والاتفاقيات الثنائية التي جمعت دولا عربية مع إسرائيل. صحيح رؤى، يعني هذه الاتفاقات التي فتحت الباب على مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب مع إسرائيل، يؤكد محللون أنها ستعيد رسم ملامح الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها، وأنها قد تحمل بوادر تعايش فعلي وسلام بين الشعوب على الرغم من انتقادها ورفضها من قبل الشارع العربي. لأعوام طويلة طغى الجمود على ملف السلام بين الدول العربية وإسرائيل، وربط الاعتراف بها كدولة بقبولها شروط المبادرة العربية للسلام التي أقرت عام 2002 وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان مقابل السلام العربي. إسرائيل التي لم تعلق على المبادرة في حينها سعت للتواصل مع الدول العربية بأكثر من طريقة، ولاقت هذه المساعي تجاوباً في أكثر من بلد تحت رعاية أمريكية، ولكن الاتصالات بين الجانبين اقتصرت على لقاءات سرية أو وفود غير رسمية تتبادل الزيارات في الخفاء. ولكن مع نهاية العام الحالي تسارعت الأحداث في هذا الإطار على أكثر من جانب.
بدأ المشهد بإعلان الإمارات توقيعها اتفاقا للسلام مع إسرائيل، تلتها البحرين ومن ثم السودان، ليختتم المغرب العام بإعلانه إعادة التواصل مع إسرائيل بهدف إقامة علاقات شاملة. ومن المفترض أن تنضم دول أخرى على جدول تطبيع العلاقات مع إسرائيل بحسب تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين. وفيما يجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل لترسيم الحدود المائية، يرى البعض أن هذه اللقاءات النادرة جدا يمكن أن تكون مقدمة لما هو أكبر من ذلك، في إشارة لفتح قنوات التطبيع بين لبنان وإسرائيل. هذه التلميحات دفعت لبنان وعلى لسان أكثر من مسؤول للتأكيد أن الخطوات لا تتعدى ترسيم الحدود، لتخرج بعدها دول عدة معلنة موقفها الصارم من إسرائيل ولتعيد تمسكها بالمبادرة العربية للسلام، وكان من أبرزها الكويت وتونس والجزائر والسعودية عربيا وإيران وباكستان إقليميا. اتفاقات التطبيع التي لاقت رفضا شعبيا واسعا في مختلف الدول العربية وأكد البعض أنها لن تجلب أي سلام حقيقي على الأرض، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستجلب السلام والهدوء للشرق الأوسط الذي يعد أبرز ساحة صراع عالمي. إذن من سينضم لقطار السلام؟ ينضم إلينا لمتابعة وقراءة هذا الموضوع من الرباط دكتور عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور عصام. أبدأ معك، أنه خرجت دول عربية معلنة عن موقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن يدور الكلام عن قرب انضمام السعودية للاتفاق، ما مدى حقيقة هذه المعلومات؟ في الحقيقة تتزايد يعني الكثير من الانطباعات وكثير من أيضا من التكهنات حول انضمام دول عربية أخرى لموجة التطبيع مع إسرائيل. لكن أظن أن حقيقة أن المملكة العربية السعودية باعتبارها يعني المكانة المركزية للعالم العربي الإسلامي، وأيضا لاعتبارات دينية عقدية هويتية، لا أعتقد أنه سيتم هذا التطبيع بهذا الشكل وبهذه السرعة، لأن الأمر يتعلق فعليا أن هناك علاقات، وكانت هناك أيضا تقاطبات باعتبار الصراع في المنطقة الذي يحفل بتقاطب يعني متوازية مع إيران، طبعا الخطر أو خطر الهلال الشيعي وتمدد إيران في المنطقة، هذا ما يجعل المملكة العربية السعودية تصطف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل في إطار التنسيق الأمني، لكن لا يصل إلى درجة تطبيع شامل للعلاقات لهذه الاعتبارات التي ذكرتها. وأظن أنه حتى في حالة ما إذا كان نوع من أنواع يعني أو استئناف علاقات أو ربما بداية علاقات، فستكون الصيغة مختلفة. نعم. تماما، وليس كما هو الأمر بالنسبة للمغرب، وليس كما هو الأمر بالنسبة للإمارات. نعم. وبالنسبة للبحرين عصام. فالمملكة العربية السعودية حالة خاصة. يعني إن استبعدنا دخول السعودية في هذا القطار، ماذا عن لبنان؟ هل من الممكن أن تتحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لاتفاق أكبر، سيما بعد دعوة وزير الطاقة الإسرائيلي للرئيس ميشيل عون لمفاوضات مباشرة؟ في حقيقة الأمر لبنان الجريح يعاني من أزمات داخلية ومن أزمات سياسية ومن عدم استقرار سياسي. أظن أن بداية حتى المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يدخل في باب محاولة الاستفادة من هذا الجانب من الناحية الاقتصادية، وخاصة أن اقتسام المنافع المتعلقة الغاز الموجود بغزارة في هذه المنطقة البحرية. لكن في نهاية المطاف لا يمكن الذهاب بعيدا في هذا الاتجاه، باعتبار أن لبنان حالة مختلفة كذلك، لأنه يتعلق بدول جوار الصعب، جوار يعني الذي تميز بحرب مباشرة أو مواجهات مباشرة مع إسرائيل 30 سنة بالتأكيد لم تكن هناك أي
أي مفاوضات، هناك جمود على مختلف المستويات بالنسبة للمفاوضات السياسية مع لبنان. أيضا الحروب ما زالت في ذاكرة اللبنانيين يعني في سنة 82 وأيضا حرب 2006. أظن أيضا حتى العامل الأساسي حزب الله أيضا يلعب دورا أساسيا في عدم حصول هذا التقارب بهذه السرعة. التطبيع الشعبي أيضا في لبنان أمر غير مقبول، لأن كما قلت الذاكرة اللبنانية لا زالت تحتفظ بالعدوان الإسرائيلي على لبنان. يقينا أظن أن المسألة صعبة، أو حتى من الناحية العملية صعبة. يعني لكن دكتور عصام، هذا على صعيد لبنان، لكن دعني أنتقل معك إلى موقف المغرب بالتحديد. سأتحدث معك عن الموقف الشعبي المغربي، يعني كيف حاله مع تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ أقول صراحة أن المقاربة النفعية أو المقاربة البراغماتية التي نهجها المغرب، والتي كانت بطبيعة الحال تم تضمينها في شكل مقايضة أو في شكل صفقة، تم تحقيقها من خلال مكسب أساسي وهو الاعتراف بالأمريكي بمغربية الصحراء، وهذا مكسب أساسي بالنسبة للدبلوماسية المغربية. في حين أن لما نتحدث عن موضوع التطبيع، هو ليس تطبيع بالمعنى الكلمة، هو استئناف علاقات كانت موجودة. تنسيق أمني كان موجود من سنوات طويلة بين المغرب وإسرائيل، وأيضا هناك الجالية المغربية في إسرائيل، الجالية اليهودية في إسرائيل، وهي مغربية الأصول والجذور، دائما كانت رابط أساسي ما بين إسرائيل والمغرب. هذه الوشائج التراثية الثقافية ذات الجذور سوسيو ثقافية موجودة ما بين المغرب وإسرائيل، وبالتالي فاستئناف العلاقات كان يدخل في هذا السياق. بالنسبة للرفض الشعبي، بالنسبة للرفض الشعبي، تفضل. في نفس الفكرة، بالنسبة للرفض الشعبي، أظن هذا طبيعي ومنطقي لشعوب عاشت على القضية الفلسطينية وعاشت على دعم القضية الفلسطينية. المغرب لا يتخلى عن القضية الفلسطينية، وشعبيا الموقف الشعبي مختلف. هناك تيارات سياسية حزبية نقابية طلابية ترفض. جميل دكتور عصام، عبرني عن المقاطعة، لكن نريد أن نجمل أيضا الصورة. يعني نتحدث عن 6 دول دخلت في هذا القطار، لكن في المقابل هناك دول ترفض يعني إقامة علاقات مع إسرائيل. هل سيتم الضغط عليها بالحديث عن اتفاقات اقتصادية أو سلطات دولية معينة؟ أظن أن من سيتحكم في المستقبل أو في تشكيل موقف هذه الدول هو لعبة المصالح. لا أظن أن الخطاب الوجداني الرومانسي أو ما يسمى بالسياسة الرومانسية حاليا هي من تتحكم في صناعة قرارات أو قرارات هذه الدول العربية. من سيتحكم في المستقبل هو ماذا ستجني هذه الدول من تقارب مع إسرائيل. إذا اتضح لأي بلد من البلدان العربية الرافضة أن هذا المحور مفروض وأن هناك تبادل للمنافع والمصالح، لا أعتقد أن خطابات الوجدانية وخطابات فترة الستينات دكتور عصام، الأيام من القرن الماضي أنها ستنتصر، ستكون كفيلة لنرى من سينضم ومن سيرفض. يعني نشكر وجودك معنا دكتور عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إلى جانب الخطوات السياسية والاقتصادية التي تحدثنا عنها وتسير بخطوات متسارعة نحو علاقات أكثر انفتاحا مع إسرائيل، هناك خطوات أخرى على الجانب الاجتماعي وكذلك الثقافي. أبرز هذه الخطوات تتمثل باتفاقات لتعزيز التبادل السياحي بين الدول الموقعة على اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع إسرائيل، وأيضا بهدف استقطاب السياح بين الجانبين. أشارت تقارير مختلفة إلى تجاوز عدد السياح الإسرائيليين الذين دخلوا إلى الإمارات إلى 50,000 شخص منذ تطبيع العلاقات. طائرة تابعة لشركة العالي الإسرائيلية وصلت قبل قليل إلى مطار دبي حاملة معها عشرات السياح، هي واحدة من 14 رحلة تصل ما بين البلدين، وهي أحد ثمار اتفاق إبراهيم. بالترحيب يستقبل موظفو الجوازات السياح الإسرائيليين. رغم حدثة توقيع اتفاق السلام، إلا أن الآلاف من السياح قدموا إلى دبي خلال شهر ديسمبر. يسجل مايكل لقطات تذكارية لأفق ناطحة سحاب دبي.
يزور الإمارة الخليجية لأسبوعين لاستكشافها سياحياً واستثمارياً في الوقت نفسه. دبي مكان مذهل للغاية. لقد غيرت نظرتي للمنطقة. الانفتاح والتعددية الثقافية هنا أمر لا يصدق. هذا نابع من قيم البدوي القائمة على الثقة وإكرام الضيف. هي حالة مثالية للتعايش في المنطقة. قبل وصوله إلى الإمارات تحرص وزارة السياحة الإسرائيلية على توعية السائح بمجموعة من الإرشادات ضمنتها في مدونة سلوك، حرصا على علاقات وثيقة مع الجانب الإماراتي. ومن بين تلك التعليمات عدم الحديث في الشؤون السياسية واحترام الاختلافات الثقافية والاجتماعية. تغيرت وجهة نظري عندما زرت دبي. هنا يعاملوننا بشكل لطيف. من الواضح أننا سنصبح أخوة إذا ما تركنا الأمور السياسية. شركات سياحية توقعت أن تستقطب الإمارات أكثر من 1,000,000 سائح إسرائيلي سنويا، وأن تصبح إسرائيل من أهم 5 أسواق مصدرة للزوار إلى الإمارات، خصوصا مع بدء العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي استقبال السياح الدوليين. بلال الفارس، الحرة، دبي. ثقافياً، قامت دول عدة بترميم مواقع أثرية ودينية يهودية في خطوة وصفها البعض بمثابة الاعتراف بمختلف مكونات المجتمع، في حين اعتبرها البعض الآخر مقدمة ستفتح الباب من جديد لعودة اليهود لبعض الدول العربية. عموماً حتى نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر تنضم لنا من القدس ليندا منوحين عبد العزيز، هي إعلامية وناشطة في المجتمع المدني. أهلا وسهلا بك سيدة ليندا. نتحدث عن خطوات اجتماعية وثقافية تهدف لترجمة الاتفاقات السياسية على أرض الواقع. سؤالي، يعني هل يعني ذلك أن الأنظمة الآن المقامة ممكن أنها أو الحكومات اللي قاعدة بتسويها الحكومات اليوم ستمنح أجاليات اليهودية في الدول العربية حقوقا أوسع؟ أولا صباح الخير وفرصة سعيدة أكون معكم في البرنامج. بالنسبة طبعا لسؤالك، أعتقد أنه أولا رياح السلام أكيد راح تغير الأجواء وترطب الأجواء، وبعدين ترميم كمان الآثار والمقابر اليهودية أكيد هاي إشارة أيضا، يعني ليس فقط لليهود والغرب، هذا مشروع سياحي أيضا يمكن أن يشجع الكثير على الزيارة والسياحة. وبعدين هاي إشارة كمان للمكونات اللي تعيش داخل هاي البلدان اللي قامت بالترميم وإعادة بناء ما تهدم يعني خلال السنوات الماضية، فأعتقد أنها إشارة للتعايش أيضا داخل البلد نفسه وليس يعني فقط إشارة وإيماءة لمن للجاليات اليهودية خارج هذه البلدان. ولا يمكن يعني أن نتحدث عن جميع البلدان العربية وكأنها يعني من معدن واحد، فأكو يعني فهناك خصوصيات لكل بلد وبلد بالنسبة للحقوق. وأعتقد أنه الحال الأفضل سيكون لو يعني توازت حقوق الجاليات اليهودية بحقوق المواطنين العرب في إسرائيل. لكن طبعا هذا سيكون داخل منظومة في نفس البلد، يعني مثلا في إسرائيل هناك تأمين صحي، هنا تأمين اجتماعي، فهذه الأشياء طبعا غير موجودة في جميع الدول العربية. فلذلك يعني اللي أقوله أنه هذا حسب النظام اللي موجود والحقوق اللي موجودة داخل البلد نفسه. لأنه دولة سيدة ليندا، يعني في أكثر من بلد قامت الحكومات مؤخرا بترميم الأثار اليهودية المهملة من سنوات. يعني ما هي حدود العلاقة ما بين الحكومة ومكونات المجتمع؟ يعني بمعنى آخر، هل كان يلزم الجاليات اليهودية اتفاقات تطبيع العلاقات مع إسرائيل للاعتراف بها؟
لا يعني كما ذكرت أنه هاي الحقيقة أنا لا أعتقد أنه هذا اعتراف بالجاليات اليهودية، هذا تصحيح مسار سياسي وله مؤشرات، لأنه الجاليات اليهودية كانت قائمة يعني في بعض البلدان منذ 2500 سنة، فيعني كانت حتى قبل 1000 سنة قبل وصول الإسلام إلى هذه المنطقة. فأعتقد أنه هذا تصحيح مسار، وبعدين أعتقد أنه هذا أيضا مشروع سياحي، يعني بغض النظر أنه يخدم الجاليات اليهودية، وأكيد أنه بالنسبة لليهود اللي يعني اضطروا إلى مغادرة الدول العربية والهجرة والتهجير، هناك 850 ألف يهودي يعني أصبحوا لاجئين قبل 70 سنة، فهناك ذاكرة جماعية، وأعتقد أنه هاي الخطوات التي يعني تأتي بها رياح السلام هي خطوات مهمة جدا لتغيير الوعي والإدراك يعني نعم. لدى في الذاكرة الجماعية اليهودية أيضا. طيب، ولكن تبقى مسألة التطبيع الشعبي، يعني كيف يمكن إقناع البعض بإلقاء سنوات طويلة من الكراهية خلف ظهورهم وبداية مرحلة جديدة من التعايش؟ الموضوع الحقيقة هو ليس موضوع إقناع، يعني أنا أعتقد أنه من الكفاية قول الحقيقة، لأنه الحقيقة عن إسرائيل كانت مغيبة إلى وقت طويل، يعني عشرات السنين الإعلام العربي يشوه الصورة مع الإخلاف، يعني أكثر من 70 سنة. نعم، أنا أولا نعم نعم أكيد هذا سيحدث بصورة تدريجية. أولا لا ننسى أنه اللقاءات والسياحة التي نتوقعها كما جاء في التقرير الذي أذعتموه قبل قليل، السياحة سيكون لها دور يعني كبير جدا، لأنه التعارف واللقاء هو الذي سيغير الموضوع. يعني أنا قبل مدة كان عندي مشروع اسمه جولة عراقية في إسرائيل، وكان محدد يعني للعراقيين الذين يحملون جوازات أجنبية. نعم. والحقيقة يعني كان المشروع بذرة صغيرة، وأنا رأيت النتائج بنفسي، يعني اللقاء يغير كل شيء. ولا شك أنه الإعلام أيضا يجب أن يغير النبرة العدائية العدوانية. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار سيدة ليندا منوحين عبد العزيز، إعلامية وناشطة في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك. أيضا سنتحدث عن نموذج آخر، وهو المغرب للتعايش بين المسلمين واليهود. ربما هو النموذج العربي الأكثر اتساقا يعني مع قيم التعايش والسلام، وقد انعكس ذلك على السينما التي جسدته في أعمال عدة، منها فيلم الكنز الذي اعتبره أو تم اعتباره أحد عناوين هذه الرسائل. نتابع. تحت سقف واحد تجسدت لحظات من التسامح والتعايش الديني بين جاد ابن إسحاق المغربي اليهودي القادم من تل أبيب، وحمدان المغربي المسلم القاطن في المدينة العتيقة بالرباط. إنه المشهد الأكثر إثارة في الفيلم الكوميدي المغربي الكنز لمخرجه عمر غفران، في ترجمة لأهمية قيم التعايش والتسامح والقبول بالآخر بعيدا عن ما يعرف بعقدة الدين. فيلم كوميدي يعالج موضوع الساعة الذي كان ولا زال وسيظل ربما يؤرق الإنسانية، ألا وهو التعايش ما بين الإنسان والإنسان، بغض النظر عن معتقد هذا الإنسان ولا خلفيته ولا طريقة تفكيره ولا لونه ولا أي اعتبار آخر إلا الاعتبار الإنساني الصرف. في محاكاة قريبة إلى الواقع تجري أطوار وأحداث هذا المنتوج السينمائي بعفوية كما يصفها بطل الفيلم، عفوية تعكس طبيعة وحقيقة مكونات المجتمع المغربي بكل أطيافه العرقية والدينية. لأن لعبنا دور اليهودي شي حاجة خارقة للعادة، الدور هذه كجميع الأدوار، يعني مغربي مسلم، يهودي مسلم، ولا يعني إنسان، يعني كنتحدثوا على الإنسان، العلاقة ما بين الإنسان، رغم أنه كاين الديانة ولكن إحنا كنتعايشوا، لأن الديانة بالنسبة لي أنا علاقة عمودية يعني ما بين الإنسان والله، وإحنا بيناتنا علاقة كإنسان علاقة أفقية، يعني الناس مع بعضياتهم، يعني المعاملة، التصرف، الحب بيناتنا.
مغاربة قبل كل شيء، الشعار الذي اختارته جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة لتقديم العرض التجريبي للفيلم الكوميدي الكنز، لما يعالجه من قضايا إنسانية واجتماعية وأبعاد تاريخية في باب التعايش والتسامح مع الآخر وربط ثقافة الماضي بالحاضر. هذه الإنتاجات التلفزية والسينمائية هي كتعطي واحد الفرصة للشباب دونك الجيل الجديد باش يتعرف على الحضارية الغنية ديال بلادو بكل مكونات ديالها، عربية، حسنية، أمازيغية، أندلسية وعبرية، باش يعرفوا التاريخ ديالهم بين الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. رسائل قوية وإشارات عدة يمكن لصناعة السينما الهادفة أن تقدمها خدمة للبشرية بعيدا عن التعصب الديني والطائفي والعرقي المدمر لوحدة الشعوب حسب فنانين ونقاد. الفيلم السينمائي المغربي الكوميدي الكنز قبل أن يكون صناعة سينمائية هو وسيلة يسافر من خلالها المتلقي عبر الزمان لاكتشاف العلاقات الاجتماعية الدافئة التي جمعت بين المغاربة المسلمين والمغاربة اليهود لعقود وقرون مضت هنا على أرض المغرب. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط. بعد الفاصل، عام على كوفيد 19، أحلام التخلص من الفيروس ما زالت مستمرة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. من مدينة ووهان بدأت الشرارة الأولى لفيروس كورونا التاجي، ومنها انطلق إلى العالم غموض الفيروس في بداية تسبب في فزع المجتمعات، أغلقت المدن، شلت الحركة، أما الناس فقد أصبحوا محبوسين في منازلهم. مرت الأيام وأيضا الأشهر وأصيب عشرات الملايين ومئات الآلاف منهم لم تسعفهم الظروف، فراحوا ضحية هذا الفيروس. ولكن مع مرور الوقت تأقلمت المجتمعات مع الأوضاع الاستثنائية، وكان الأمل بلقاح ينقذ هذا العالم من هذا الوباء، وبالفعل تم التوصل لذلك. بدأت الدول تعطي الصلاحية لإمكانية تعاطي اللقاحات في نهاية العام 2020، لكن يبدو أن كورونا ما زال متمسكا بحياتنا، فالسلالة المتحورة من الفيروس والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا لا تزال غامضة هي الأخرى، وهذا ما يثير الشكوك حول ما تحمله هذه السلالة الجديدة في العام القادم. لم يكد يمر سوى 20 يوما على بداية العام حتى بدأت تظهر عوارض مشابهة لفيروس سارس، كان ذلك فيروس كورونا التاجي، ومنبعه مدينة ووهان الصينية. مناطق وعواصم مختلفة من العالم لم تعطي هذا الفيروس بادئ الأمر أي اهتمام، إلا أن زحفه الوحشي بدأ يمينا وشمالا. لم تكن الدول العربية بعيدة أو بمنأى عن انتشار الفيروس، أعلنت الإمارات عن 4 إصابات لتكون بذلك أول دولة عربية تعلن عن وجود إصابات بهذا المرض الغامض. في 11 فبراير أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق اسم كوفيد 19 على هذا الفيروس. في 14 من ذات الشهر فرنسا تعلن عن تسجيل أول وفاة بكورونا في أوروبا. بداية شهر مارس أعلنت الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل عبر البشر من خلال الهواء. وفي 11 من مارس دقت المنظمة ناقوس الخطر، فالفيروس دخل مرحلة الجائحة معلنة بذلك حالة طوارئ صحية عالمية. علقت السلطات العامة حول العالم حركة المرور والعبارات، وأوقفت كذلك حركة الطيران والقطارات. فمثلا الإدارة الأمريكية طلبت من مواطنيها البقاء في البيت والخروج في حالات الضرورة القصوى. ذات الأمر حصل في دول الاتحاد الأوروبي ومعظم أنحاء العالم. خسر الملايين وظائفهم، وانتقل آخرون إلى العمل عن بعد من المنازل، كما حصل مع التعليم.
القديم، ونتيجة هذه التبدلات ارتفعت معدلات الإصابة بأمراض نفسية. أصبحت القفازات والكمامات والمعقمات ملازمة لنا في معظم الظروف. كورونا لم يعطي ذلك أي اهتمام، استمر في خنق العالم وزهق الأرواح يوما بعد آخر، وموجة تلو أخرى ليزيد عدد المصابين حول العالم اليوم عن 80 مليون إصابة. في المقابل وبعد أشهر من العمل في المخابر ليل نهار، كانت المفاجأة شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع مختبر بايونتيك الألماني يعلنان التوصل للقاح كورونا، وبالنسبة نجاح بلغت 95%، تبعهما بعد أيام لقاح موديرنا ثم إكسفورد فسينوفارم وسبوتنيك. ومع إعطاء الحكومات حول العالم الضوء الأخضر لبدء تطعيم اللقاحات، جاءت الصدمة مرة أخرى، لكن هذه المرة من بريطانيا، سلسلة متحورة من الفيروس التاجي أسرع انتقالا من الفيروس القديم بنسبة 70%، ليدخل العالم في أيامه الأخيرة مع عام 2020 مرة أخرى في حيرة من أمره. فهل سيكون العام الجديد هو المنقذ؟ إذن هذا كان حالنا، فقد بلغنا اليوم ما يتجاوز العام برفقة فيروس كورونا، الفيروس الذي أصاب إلى الآن ما يقارب 1% من سكان العالم. دعونا الآن نتعرف أكثر على أكثر الدول تعرضا وتأثرا بهذا الفيروس. نبدأها بالمرتبة الأولى، الولايات المتحدة، التي جاءت في مقدمة دول العالم تأثرا بكورونا بعدد يتجاوز 19 مليون إصابة وأكثر من 333,000 حالة وفاة. تأتي بعدها في المرتبة الثانية الهند بحوالي 11 مليون إصابة وقرابة 147,000 وفاة. أما في المرتبة الثالثة تأتي البرازيل بعدد مصابين يتجاوز 8 مليون إصابة وحوالي 190,000 حالة وفاة. رابعا تأتي روسيا ب3 ملايين وأكثر من 51,000 حالة وفاة، فيما تحتل فرنسا المرتبة الخامسة ب2.5 مليون إصابة و61,000 حالة وفاة. يعني لينا بنشوف انه الارقام خلال هذه السنه كيف كانت، ولكن صحيح. السؤال الاكبر او الناس متخوفه من موضوع التحور لهذا الفيروس عموما، اكيد لازم ناخذ المواضيع هذه ونجاوب على كثير من الاسئله من المختصين، ولهذا ينضم لنا من بغداد الدكتور محمد اسماعيل وهو استشاري علم الامراض ومدير معهد المصول واللقاحات السابق. اهلا وسهلا بك دكتور. يعني لو نبدا في نقول انه من الفتره الاخيره ظهرت السلاله المتحورة، لكن هل يجب أنه فعلا نخاف من السلالة المتحورة من الفيروس أو لا؟ صباح الخير عليك أختي وعلى كل مشاهدي قناة الحرة. الحقيقة هذا التحور كان يعني متوقع، وسبق وأن أنا صرحت يعني من خلال قناتكم الكريمة أيضا حول هذا الموضوع، وقلت أن طبيعة هذا الفيروس هو من طبيعة الفيروسات المسمات السنجل ستراندد أو ذات الخيط الواحد من الار ان اي، وهو سريع التحول دائما مثل الانفلونزا الموسمية اللي تتحور سنويا، وهذا التحور كان متوقع. لكن هل أن التحور هذا سيكون إلى الاتجاه الإيجابي، أي أن يزيد ضراوة هذا الفيروس، أم إلى الاتجاه السلبي الذي سيقلل الضراوة؟ كل المؤشرات الحالية تشير إلى أنه صح أنه سريع الانتشار، ولكنه أقل ضراوة في بعض الأمور التي ظهرت عليه، ونتأمل أن يكون التحور هذا في الاتجاه السلبي كما فعل السارس الأول عام 2003-2004 واختفى تدريجيا. نعم. ونأمل أنه يختفي بالعام القادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور، لما نقول أنه أسرع ب70% من الفيروس الأصلي، إيش معنى هذا الكلام؟ نتيجة أن التحور هذا، سبق وأن قلنا أن التحور هذا في بعض المواقع الجينية مثل الجين D614G والجين
M51Y501Y والجين HK69 و V70. هذه المواقع الجينية سببت زيادة الأشواك، والأشواك هي اللي كانت تساعد هذا الفيروس لاختراق الخلايا، وبالتالي زيادة هذه الأشواك ساعد في زيادة اختراق الخلايا، وبالتالي الانتشار الأسرع مما كان عليه سابقا. وهذا الانتشار السريع سيزيد من عدد الإصابات، لكن هل سيؤدي بالتالي إلى ضراوة أكثر أو أقل؟ نحن يعني من المبكر جدا ان نعطي يعني التوقعات او الراي في مثل هذا الموضوع ما لم تمر فتره مناسبه حتى نستطيع ان نحكم على هذا الامر. طيب دكتور، يعني اللقاحات بدات تنتشر حول العالم، في كثير من الناس اللي اخذوا الجرعه الاولى من اللقاح وقريب راح ياخذوا الجرعه الثانيه، لكن كيف تقرا نجاح اللقاح الى الان؟ هذا ايضا يعني ما مر على اخذ اللقاح فتره طويله، لان هذا اللقاح يؤخذ بجرعتين، الجرعه الاولى والفاصل الزمني ما بين الجرعه الاولى والثانيه هو تقريبا 21 يوم او 22 يوم، وبالتالي يجب ان ننتظر تقريبا شهر ايضا اخر حتى نستطيع ان نشوف هل المستوى المناعي اللي سبب هذا اللقاح جيد وسيقي المريض لفتره طويله. هذه ايضا من الامور المبكر ان نتكلم عنها، بالاضافه الى اللقاحات اللي حاليا مستخدمه. يوم امس يعني يمكن خبر جديد انه نوفافاكس الشركه امريكيه اخرى ايضا ادخلت لقاح ولكن بتقنيات جديده، هي اللي ريكومبيننت بروتين نانو تكنولوجي، هذه تقنيه جديده استخدمت هذه الشركه ولقاحها جديد، بالاضافه الى انه شركه استرازينيكا بالتعاون مع جانسن ايضا انتجت لقاح جديد دخل المرحله الثالثه بالتجارب السريريه. يعني ما زالت هناك بعض اللقاحات يختلف الجديدة. لقاح نعم. طيب. لقاح جنسن أسترازينيكا جنسن يؤخذ بجرعة واحدة عكس هذه اللقاحات اللي تؤخذ بجرعتين. طيب خلينا نتكلم عن اللقاحات الحالية، هل تعتبر كافية للقضاء على السلالة المتحورة برأيك أم لا؟ أول معظم اللقاحات التي تم إنتاجها حالياً هي تعمل على السبايكس اللي حالياً التحور صار بالسبايكس. نعم. وبالتالي قد تكون نافعة لأنه السبايك هو اللي راح زيد سرعة الانتشار، وبالتالي قد تكون هذه أيضاً مفيدة مستقبلاً ضد العترة الجديدة أو السلالة الجديدة. طيب يعني برأيك هل يمكن التخلص من الفيروس وأيضاً تبعاته من الكمامات والقفازات خلال عام 2021؟ يعني نبغى بارقة أمل دكتور. احنا يعني سبق وان اكدت اني على مثل هذا الامر في تصريحات كثيره، بالاضافه الى تاكيد منظمه الصحه العالميه على هذا الامر، انه لا نتراخى ونامل من اللقاح ان سيكون هو العلاج الوحيد والمنقذ الوحيد، ولا خلينا لا نتراخى وانما نلتزم ونزيد التزامنا بالكمامه والتباعد المكاني والوقايه الشخصيه مع ممارسه الرياضه والتهويه، وهذه الامور كلها يعني أثبتت نجاحها في السيطرة على وقف انتشار الفيروس، وبالتالي يجب أن نميل إلى هذا الجانب أكثر من أن نميل إلى جهة اللقاح. نعم، يعني صحيح دكتور، تظل الإجراءات الاحترازية هي الممكنة خلال هذه الفترة. عموما أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار دكتور محمد إسماعيل، استشاري علم الأمراض ومدير معهد الموصول واللقاحات السابق، شكرا جزيلا لك. يعني كانت فقرة جدا مهمة، يعني مهمة صراحة عشان نتعرف على الفيروس والسلالة الجديدة اللي عم بنحكي عنها، لكن دعينا نتحدث رؤى الآن عن التونسيون الذين سيستقبلون العام الجديد بأمال كبيرة، أبرزها انفراج الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين تشهدهما البلاد. فشهدت تونس خلال سنة 2020 ارتفاع معدلات الفقر خاصة في المناطق الداخلية وفي الأحياء الشعبية، حيث تعكس تطلعات الناس أمانيهم أولويات تتعلق بالعيش وضمان جودة المرافق الأساسية للحياة. وشهدت البلاد أوسع إضرابات عمالية شهدت مختلف القطاعات والفئات. تنتظر عواطف مولودها مع بداية العام الجديد. هنا في هذه الغرفة المتواضعة تعيش مع أطفالها دون معيل، ولا تملك من الأمان سوى أن تجد ما يسد رمق الجوع ويضمن صحة وسلامة أطفالها. أقصى طموحي أني نوكل صغار، كبت بصغاري متعشين الحمد لله عندي، ما عادش على صغيري الزلفي كرشي جملة
مشيت للسيد المعتمد والسلطات على كارني كيف ما عطونيش كمان، عطوني ورقه باش نعدي بها، السبيطار ما قبلهاش علي. وغير عواطف كثير من التونسيين الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، سجلت سنة 2020 ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، حيث بلغت في بعض المناطق الداخلية نسبة تجاوزت 40%، وتتركز آمال غالبية التونسيين للعام الجديد في تحسين قدرتهم الشرائية والتحكم في الأسعار من قبل الدولة. أكبر هاجس هو معنى المعيشة، وليت مرشدة نتمنيه من ربي معنى كون تتصلح الوضعية والسياسيين يبعدوا على ضرب بعضهم باش نجموا معنى يوفقوا للشعب التونسي حاجة اللي نجموا يعيشوا بها. قضى على الفساد، وقت تقضي على الفساد وقت تونس تولي بلاد، فهمني؟ أما مدام هو يسرق ويختف، وهذا يغطي على الوزير، هذا يغطي على رجل أعمال، هذا يغطي على ذاك ويغطي على ذاك، مش مؤشرات اقتصادية تنذر وفقا لمختصين بسنة قادمة لا تخلو من تحديات اجتماعية أمام الحكومة التونسية لحماية الفئات المهمشة ومحدودية الدخل، تحديات مرهونة حسب متابعين بانفراج الأزمة السياسية في البلاد وبالاستقرار الحكومي. ارتفاع كبير في مؤشرات الفقر وارتفاع البطالة في تونس، الواضح أن السنة القادمة ستواجه فيها الحكومة صعوبات كثيرة، خاصة مع ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في الكثير من الولايات الداخلية. وأمام تفاقم الأزمة الاجتماعية وتعطل حركة الإنتاج في العديد من المواقع لا سيما في القطاعات الحيوية المنتجة، يخشى التونسيون من تداعيات اقتصادية أكثر وطأة على واقع عيشهم في سنة 2021. تأمل غالبية التونسيين في استقرار حكومي يضمن سير دواليب الدولة وإنعاش الاقتصاد مع بداية العام الجديد، بعيدا عن الصراعات السياسية وتداعياتها المباشرة على حياة الناس. جلال موانع، الحرة، تونس. العقل البشري قادر على اختراع الأشياء بشكل لا متناهي، فالإنسان بطبيعته يحاول أن يعني يتعرف على كل شيء حوله حتى يحمي نفسه من الخطر، ومن هنا بدأت الاختراعات تتكاثر. على أي حال، يعني شهد عام 2020 وعلى غير المتوقع العديد من الاختراعات، لا سيما فيما يخص كورونا وتداعياته على مختلف مناحي الحياة المجتمعية. إذن قدمت مجلة تايم الأمريكية قائمتها السنوية لأفضل 100 اختراع تم اختراعهم في عام 2020، وقد اختارت المجلة القائمة بناء على الاختراعات التي تجعل العالم أفضل وأكثر ذكاء ومتعة، وفيما يلي أبرز هذه الاختراعات. نبدأها بالروبوت الذكي موكسي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات. كذلك نستعرض معكم المدرس الروبوت، تم ابتكار مدرس روبوت يدعى أبي، يهدف إلى تعليم طلاب الصف الخامس الابتدائي الرياضيات والقراءة. أيضا قامت إحدى شركات الابتكار لعمل سماعة رأس ونظارة تعطي الجراحين رؤية بالأشعة السينية أثناء العمليات الجراحية باستخدام تقنيات الواقع المعزز، وتقوم هذه النظارة مع السماعة بتحويل الأشعة إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد. أيضا من الاختراعات التي سنستعرضها هنا مصباح الفريد فلايت الذي يملك القدرة على التحويم بواسطة الارتفاع المغناطيسي ويتم تشغيله عبر الهواء، ويستخدم هذا الاختراع مصابيح ليد عالية الكفاءة. أيضا كي إكس تعتبر لوحة مفاتيح خاصة مصممة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وبدلا من استخدام المفاتيح الفردية تحتوي على مجموعة من الأحرف حول كل زر، بحيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض أكثر خطورة مثل مرض الخلايا العصبية الحركية الاستفادة منها. يعني ربما من الجميل أنه الاختراعات خلال الثلاث سنوات كانت متسارعة، والحلم في كثير من الابتكارات كانوا يقوموا بها أفراد، إنما تطور الوضع
الوضع أكثر وأكثر صارت تتبناها بعض مراكز البحوث وغيرها. وسنة 2020 رغم المآسي اللي كنا بنعيشها والظروف الصعبة، إلا أنه شفنا مجمل من الاختراعات والابتكارات اللي فعلا ممكن أنها تصب في مصلحة الفرد والمجتمع أو حتى الشخص المريض، زي ما شفنا في تنوع في الاختراعات وكلها طبعا تحت أكيد. التكنولوجيا، وأكيد مردودها رح يكون قوي. يعني عموما لين خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ينضم لنا من دبي خبير التطبيقات والتكنولوجيا الإلكترونية جو عكاوي. أهلا وسهلا بك سيد جو. لما تتأثر الإغلاقات يعني الصحية وأثرت يمكن على دوران عجلة الابتكارات كمان العلمية والعملية، ولكن أبغى أعرف منك، هل تعتقد أنه كانت حافز أو إشارة لأهمية العلم لإنقاذ البشرية من الظروف الصحية المفاجئة اللي ممكن نمر فيها؟ أكيد أكيد، يعني نحن ما شفنا تباطؤ من أي من الشركات اللي عم تشتغل بأي نوع من المجالات اللي بتجبرها أنه تعمل ابتكارات جديدة، وشفنا مثل قولي من طرف التكنولوجيا والتطبيقات بالذات شفنا نوعين من التغييرات. أول شيء كان في التطبيقات اللي تم تطبيقها ومتوفرة حاليا، تم إعادة صياغة طريقة عملها لتواكب اللي عم بيصير. تنظر مثلا على التطبيقات اللي لها علاقة بالتواصل الإلكتروني أونلاين للعمل من المنزل، العديد من الشركات قدرت بسرعة كتير يعني مثل تقولي أدميربل، إنه كتير شفنا منه شغل قدروا يعني يتواكبوا مع الطلب الضخم اللي صار من العديد من الشركات اللي انجبرت تبعت موظفين على البيت. بنفس الوقت في شركات نظرت للي عم بيصير من ناحية كوفيد 19، لقت فرصة إنه تقدر تحسن تطبيقات أو تعمل تطبيقات جديدة تقدر تساعد المستهلك أو المستخدم اللي قاعد بالبيت. وشفنا بالذات نمو من هالناحية عن طريق تطبيقات الإي كوميرس، وتطبيقات تسمح للمستهلك يطلب مثلا احتياجاته على البيت، لانه صار في كثير طلب على هالتطبيقات تواكب السرعه والضغط اللي جاي من الناس. فمثل ما قلتي يمكن شوي صار تاثير اول شيء عبال مثلا صار بدها تقولي تعديل لنمط الشغل عند الشركات والناس، بس بنفس الوقت صار كمان كثير من التغييرات الجديده اللي ساهمت بتحسين وضعنا وساعدتنا نمر هالسنه على خير. طب خلينا نتكلم عن الدول اللي تحتل الصداره في ترتيب مؤشر الابتكار وليش؟ هلا يعني اذا بننظر على التقرير طلع السنه بنطلع انه سويسرا لساتها متصدره اول شيء عالميا، وعندك دول ثانيه مثل السويد وامريكا كمان بهذه المراتب العاليه. والسبب بتقول البيئه اللي بتساعد الابتكار انه هيدي الدول قدرت تعرف انه الابتكار مش حيكون بس عن طريق انه نحن مثلا رح انه خلص رح نعطيكم مثلا مختبر اشتغلوا فيه، بالعكس في استثمار على العديد من المستويات لتساعد الدوله كلها تصير بيئه كثير بتقولي اول شيء محبزه وبتقولي بتستقطب ناس من برا. اول شيء ننظر على النظام الدراسي بهيدي الدول، في كثير تركيز على التعليم، العديد من المواد وال ومثل تقولي صفوف مركزه لتساعد الناس مثلا يكون عندها مثل تقولي حافز وخبره تعمل ابتكار. طيب خلينا كمان نتكلم من ناحيه الاستثمار، يعني بحسب الدراسات انه استراليا تتصدر الدول اللي تستقطب المستثمرين في المجالات العلميه وايضا في الابتكار، وعربيا الامارات كذلك هي متصدره. خليني اعرف ايش هي سبب العوامل اللي تشجع المستثمرين على الهجره لهذه البلدان؟ يعني هو بدها تقولي اكسبانشن او توسيع على النقطه اللي حكينا فيها من قبل. يعني ننزل لدوره الامارات مثلا، صار العديد من التعديلات بنظام العمل بدوله الامارات حتى قبل ما تصير عندنا جائحه كورونا لتساعد الناس انه تيجي تعمل اللي بسموه بزنس توريزم او السياحه اللي علاقه بالبزنس، لانه صار تسهيل لفتح الشركات، صار في تعديل بالاسعار اللي الشركه لازم تستثمر فيها. ثاني شيء في تركيز كثير على موارد بشريه معينه بهيدي الدول، الناس اللي عم بتهجر لها بتعمل عمليه التوظيف اسهل بكثير. وبنفس الوقت المركز الاقليمي مثلا الامارات بيساعد كثير، لانه اذا عم نشتغل بمجال الايراد والتصدير مثلا عندك مثلا شغلات لها علاقه بالموانئ والطيران بتساعد هالشركه اذا عندها مثلا تقولي سبلاي تشين لتوصل هيدي المنتجات لدول ثانيه. ففي العديد من الشغلات اللي بتخلي الناس تجي على هيدي الدول، بس بنفس الوقت انا بعتقد كمان اهم نقطه هي البنيه التحتيه، وشفنا هيدي الدول عم بتحسن كثير بسرعه الانترنت عندها وتسهيل استخدام التكنولوجيا للعديد من الناس اللي بتفتح شركات. جميل. طيب خلينا كمان نعرف ايش هي اكثر القطاعات في الاستثمار او مجال الاختراعات خلال عام 2020.
هلا انا شخصيا يعني بعرف انه يعني لو واحد بده يشوف هالتقرير تبع التايم بشوف انه الاختراعات كانت بجميع المجالات، عندك من بدك تقولي اللايف ستايل للالبسه للاكل للالبسه كل شيء، بس شخصيا من وجهه نظري انا شفت اكثر شيء امبرسيف هو اكثر شيء انه صار في تركيز كثير على الابتكار العلمي. اول شيء طبعا لمساندة جائحه كورونا، يعني شفنا اكثر من 60 شركه عالميه وفيها كمان بدها تقول تكاتف عالمي ليقدروا يوصلوا الفاكسين لوين وصل بالاخر، وبنفس الشيء بنفس الوقت شفنا العديد من الحكومات قدرت بسرعه تقول تنمي تطبيقاتها المحليه اللي تساعد الناس تتخطى هذه الجائحه. طيب جو بس بنفس اي تفضل. لا اوكي طيب، يعني انت كنت قاعد بتقول لي قبل شوي عن ابرز العوامل اللي تساعد لوجود بيئه مناسبه للابتكارات، لكن يعني عربيا ايش الشغلات اللي تنقصنا ويجب التركيز عليها وايضا تطويرها حتى نوصل لمستوى عالمي في مجال الاختراعات؟ انا صراحه بلاقي ان احنا مشكلتنا الرئيسيه هون ان العديد من الايدي العامله او الموارد البشريه تترك دول العربيه لتدرس برا، وبهذه الحالات الدراسه برا بتعطيهم مثل ما تقولي opportunities او فرص عمل خارج الدوله اللي هن ساكنين فيها. مثلا تقول حدا ساكن بالدول العربيه راح درس ببريطانيا ودرس مثل تقولي مواد او curriculum مش متوفر عنا هون، وبنفس الوقت اذا بده يرجع بعد الدراسه اللي درسها برا مش حيلاقي شيء يمكن يشتغل فيه. اول شيء. ثاني شيء البلد اللي دارس فيها بيكون فيها مثل ما تقولي طريقه لاستحواذ هذا الطالب بالذات اذا كان مثل تقولي في امتيازات اكثر ربما. بالضبط. فهيدي النقطه لازم يكون فيها تركيز عليها، انه نحن صرنا هون موجود، يعني العالم صار عم يتغير كثير، حتى انظمه التعليم بالجامعات في مثل تقولي مواد يمكن ما عادش لها بتقولي مش ما لها عازه، بس صار الاهتمام فيها اقل كثير، يمكن حشو اكثر يا جو، فبالتالي يعني لازم الواحد شويه يعيد نظره في بعض الامور اللي موجوده. عموما انا اشكر أكيد. مداخلتك معنا لهذا النهار خبير التطبيقات والتكنولوجيا الالكترونيه جو عكاوي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه، الى اللقاء، واكيد لا تنسوا ترسلونا بارائكم على مواقع البرنامج. في امان الله.